شدد الجنرال جوزيف هوتيل قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة عازمة على تأمين الملاحة في مضيق هرمز بعد مناورات بحرية إيرانية ترى واشنطن بأنها تهديد. وقال هوتيل أنه من الواضح أن تلك التدريبات تم استخدامها لإرسال رسالة مفادها إثبات قدرات إيران العسكرية في مضيق هرمز الاستراتيجي. وأشار هوتيل إلى أن إيران تملك في هذه المنطقة ألغاما وقوارب متفجرة وصواريخ دفاع ساحلية، مؤكدا أن القوات الأمريكية يقظة تجاه تلك التهديدات وتراقب التغييرات في تلك المنطقة. وأضاف هوتيل أن إحدى مهمات القوات الأمريكية الرئيسية هي ضمان حرية الملاحة وحرية التبادلات التجارية، وستواصل القيام بذلك في كل أنحاء المنطقة.